21 70 ال 50 فيبو حقت ايش؟ هذه 50 فيبو حقت ايش؟ الله شوف القاعده حق 2014 ما قفلوا فوقه والله مقاومه دي في اسمنت ابوك 21 80 21 80 اسمنت ابوك لو اخترقها حيشيب النسبه لانه الهدف اللي بعده بعيد عند مستويات 23 على النظريه اسمنت ابوك على 21 80 المقاومه واختراقها ورينا النسبه ورينا النسبه يا بختكم والله شكله دخل كشف النسبه كشف النسبه راح اسمنت ابوك الشثرنا والنسبه والله اعلم لانه ما في مقاومه فوق ال 21 80 الا منطقه مطب عندي 22 10 والهدف الرئيسي 23 هو اعلى مستوى جابه قبل في شهر مارش جاب كم؟ جاب الاعلى 22 78 والان هو كم؟ 8% يعني بالراحه بالراحه الله اكبر عشان كده الشماليه ولا عشان كده اسمنت الجوف دحين خلوا بالكم معاه